إزاي؟ حاتم الطائي وهو رجل كريم ضرب به المثل في العالم أنه كريم، كان بيعمل إيه؟ عشان بيقولوا عليه كريم، كان يجي له ضيف يروح دبح له خروف، بعد ما ياكل الضيف حتتين أو ثلاثة يجي ضيف تاني الخروف مشوي ومتحضر، يقول له لا أنا لا أطعم ضيفي من شاة واحدة، لا أطعم ضيفين من شاة واحدة. طب هتعمل إيه؟ هذبح خروف تاني وتالت. الراجل ده كان عنده أنعام لا حصر لها، خسرها وأصبح فقير، وأصبحت بنته لابسة هدوم مقطعة. النبي عليه السلام بيقول بنت مين دي؟ شكلها كريمة، شكلها بنت ناس، بنت مين دي مع إن هدومها مقطعة؟ النبي عليه السلام الصحابة قالوا له ده بنت حاتم. قال حاتم الكريم اللي انتوا بتقولوا عليه كريم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده حلة جاية له من اليمن، حاجة كده بتيجي كل فين وفين، فخلعها ووضعها على كتفيها، دي بنت حاتم الكريم. طب ايه اللي وصل حاتم الكريم اللي كان عنده إبل لا حصر لها وغنم لا حصر لها وكل أنواع الأنعام، إيه اللي خلاه عمل كده؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. طب لو بسطتها هعمل إيه؟ فيصبح ملوما محسورا. هنا حاتم الكريم فقد كل ماله. ليه؟ عشان ما كانش كريم. ويمكن الناس تصدم من الكلام ده، طب ما كانوا بيقولوا عليه كريم ليه؟ إنما كان مبذر. هتقول معقول ده حاتم الكريم؟ أيوة، لما تنزل الآية، لما تنزل الآية وتقول لك إيه هو الكرم تقيس عليه بقى. طب ما النبي قال عليه كريم، قال عليه كريم قبل الآية، أو قال عليه كريم إن أنتوا اللي تعرفوه بالكرم، لكن الكرم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة. طيب مغلولة إلى عنقك معناها إن هو يبقى ممسك جدا يعني، أو ولا تبسطها كل البسط اللي هو الإسراف ولا أيوة إيه؟ مغلولة، واحد عمال يحوش فلوس يحوش فلوس، يطلع لبس عياله بالخناق، ويطلع فلوس المدارس والدروس بالمشاكل، وزوجته لازم تسيب البيت 5 مرات عشان يجيب مش عارف ايه. طب ليه؟ يقول لك انا خايف عليهم من الفقر، انا مش عايزهم يعيشوا الفقر. طب يا ترى فقر ايه اللي هيعيشوه اكتر من ده؟ ده انت لو راجل ميت كان هيعطفوا عليهم ويجيبوا لهم والكلام ده. عشان كده يقول لك ايه، عاش فقيرا ومات غنيا. عمال يكوش يكوش وحارم نفسه واولاده، اهو ده عامل ايه؟ ده يده مغلوله اغلها. ايوه. والتاني اللي هو كل ما يجي له ضيف يذبح له خروف جديد. طب ما الخروف موجود، يقول لك لا.